طارق عباد كنتكلم باسم المكاتب النقابيه اللي دعت للوقفه الاحتجاجيه. هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي جات نتيجه على الاكتساح نتاع سياره الاجره الكبيره للمدار الحضري وعدم الالتزام ديالها بواحد القرار العاملي اللي هو القرار العاملي 2015 اللي كينص على السير والجوران ديال سياره الاجره الكبيره داخل المدار الحضري. فكاين نقط نتاع الانطلاق وكاين نقط نتاع الوصول نتاع سياره الاجره الكبيره داخل المدار الحضري وما احترمتوش يعني هذا للاسف. زياده على هذا الشيء كامل فسياره الاجره الان يعني كتحتل واحد الخط اللي هو غير قانوني. حنا اليوم جينا وقفنا تنطلبوا السلطات المحليه بانها يعني تتدخل وتطبق القانون. حنا اصحاب حق كنطلبوا السلطات المحليه بتطبيق القانون فقط لان هذه سياره الاجره ما عندهاش الحق تجاوز وتخرق القرار العاملي المتفق عليه نتاع 2015. جينا هنا اليوم كتمثيليات نقابيه باش ندعيو للسلطات المحليه انها تستجيب للمطالب ديالنا اللي هي مشروعه بطبيعه الحال. كتعرفوا يعني مدينه وجده الظروف الاقتصاديه والمعيشيه ديال سائقين سياره الاجره كاين مجموعه من الاكراهات. هذا الوضع اللي خلانا ندخلوا في واحد المشاكل ديال التسديد نتاع الديون ومجموعه من المشاكل. اليوم جينا وقفنا كمكاتب نقابيه باش اننا يعني يكون واحد الحوار جاد ومسؤول من طرف السلطات المحليه باش تاخذ واحد الاجراءات يعني صارمه وجذريه في اقرب الاجل باش يمكن لها تطبق هذا القرار العاملي على ارض الواقع. جو ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.